اختتمت القمة العالمية الشرطية فعالياتها في إكسبو 2020 دبي بعد فعاليات دولية، كما شهدت مؤتمر علوم البحث الجنائي الذي استقطب مجموعة من كبار المسؤولين والمخضرمين في القطاع الأمني العالمي الذين شاركوا في جلسات نقاش وعروض قدمت نظرة عميقة على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي. هذا وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي على هامش القمة عن إنجاز جديد هو الأول من نوعه في العالم، المتمثل في الحصول على براءة اختراع من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو عن محاليل دقيقة فائقة القوة والدقة مقارنة بنظيراتها في مجال البصمة الوراثية الذكرية، تستهدف 26 موقعا جينيا سريع التمحور، تصل الدقة فيها إلى نسبة 99%، وتساعد في الكشف عن قضايا جنائية منها قضايا الاغتصاب والمفقودين وفحص العينات المتحللة والضعيفة، إضافة إلى التعرف على ضحايا الكوارث الطبيعية.